هناك جولة ثانية للانتخابات ستقام يوم الأحد 28 آيار الجاري. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الانتخابات التركية. عنوان الحلقة الديمقراطية السلطانية في تركيا إلى أين. معكم علاء فاضل في التقديم وفي الإعداد الإعلامي قاسم العجرش وأحمد سلام في الإخراج. أيها الأحبة، كما اعتدنا نقرأ مقطعا سوية من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان الانتخابات التركية، عهد جديد أم تجديد لعهد، الكاتب محمد حسن الساعدي. تعالوا نستمع سوية. الانتخابات التركية، عهد جديد أم تجديد العهد، الكاتب محمد حسن الساعدي. تأتي هذه الانتخابات في ظل الأوضاع والمتغيرات السياسية في المنطقة، وتحديداً تأثيرها على المشهد العراقي الذي تعقد كثيراً في ظل حكومة أردوغان، حيث تثير هذه الانتخابات تكهنات واسعة حول كيفية تأثير نتيجتها على الأوضاع في العراق، سواء على إقليم كردستان أو على المستوى الحكومي والاجتماعي الداخلي، في حين يأمل المراقبون أن هذه الانتخابات نهاية الصراع المستمر بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. طبيعة العلاقة القائمة بين كردستان العراق وتركيا أخذت ملامحها تثبت بعد أن أصبح هناك ارتكاز في الحياة الاقتصادية الموجودة ما بين الإقليم والحكومة التركية. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أدعوكم للانضمام معي للترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ ماجد الشويلي، نائب رئيس مركز أفق للبحوث والدراسات والتحليل السياسي. مرحبا بك ضيف كريم. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد حسن الساعدي، مرحبا بكم ضيفين كريمين. الأستاذ ماجد، الانتخابات التركية لم تحسم من هو الرئيس القادم لتركيا، ولذلك صار الاتجاه نحو الجولة الثانية من الانتخابات. يعني تركيا والمنطقة وين متجهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ علاء ولضيفك العزيز أستاذ محمد الساعدي وللمشاهدين الأكارم جميعا. مما لا شك في أن الانتخابات التركية حقيقة لها أبعاد دولية وإقليمية ومحلية، وهي تمس يعني سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة القطب الشرقي إذا جاز التعبير، ولها ارتباط وتأثير مباشر وغير مباشر على الوضع في المنطقة عموما. هي دولة، يعني تركيا دولة محورية واقعا، هذا يعني من جهة، أضف إلى أنه قيادة أردوغان وحزب العدالة والتنمية بشكل وبآخر هو يمثل الإسلام السياسي، تجربة الإسلام السياسي، هذا من جهة، وهذا أمر مهم ينظر له مؤيدوه في المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية. يعني باعتبار أن حزب العدالة والتنمية يمثل سياسية إسلامية، يمثل التجربة، نعم يمثل تجربة حكم الإخوان المسلمين، ولذلك على الرغم من موقف الإخوان المسلمين الذين يعتقدون حقيقة وبناء على مؤشرات ومعطيات جمة من أن أردوغان يمارس براغماتية تصل إلى حد النفاق، لكن مع ذلك هم حريصون جدا على نجاح التجربة أكثر من نجاح أردوغان. ولكن المشكلة، وعادة يعني ما يلجأ الطغاة والمستبدون مثل أردوغان، عادة ما يربطون مصير حزبهم بل حتى مصير النظام السياسي بهم. هو الذي تمكن حقيقة من تغيير النظام السياسي وتحويله إلى نظام رئاسي. عموما هذه الانتخابات في تركيا ونتائجها تعكس لنا انقسامات كبيرة على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي والداخلي. على المستوى الدولي يعني تلاحظ أن هناك اتهامات متبادلة، يعني الغرب دخل حقيقة في دعاية كبيرة جدا بتوجيه وبقيادة الولايات المتحدة لتشويه أردوغان ولمنع يعني حصوله أو عودته إلى سدة الحكم مرة أخرى. في المقابل أنه كليتشدار يعني كمال أوغلو اتهم روسيا في التدخل في هذه الانتخابات، هذا من جهة. هذه الأصوات المتقاربة
والأحجام المتقاربة للناخبين تعكس نوع من الانقسام في داخل المجتمع التركي. أيضا على المستوى الإقليمي، على المستوى الإقليمي هناك دول هي تسعى وتنتظر أن يحدث تغيير في الانتخابات، تنحية وإقصاء أردوغان ومجيء العلمانيين، كل ذلك حقيقة نتيجة لأهمية تركيا في المنطقة ودورها الاستراتيجي والحيوي والمحوري. أعتقد بالنسبة للغرب هم يحاولون قدر الإمكان منع استكمال أردوغان لاستدارته باتجاه الشرق، هذا بالدرجة نعم، لأن أردوغان بشكل وبآخر هو يستدير نحو الشرق، وتعلمون جيدا هو من هنا تستمد الانتخابات في تركيا أهميتها بالضبط. نعم. ألقت يعني بظلالها التداعيات الدولية وانعكاسات الصراع في أوكرانيا وروسيا، ألقى بظلاله يعني أنت تعرف يعني تركيا هي الدولة الإسلامية اللي هي عضو في حلف شمال الأطلسي، حوزتها في قاعدة أنجرليك 92 قنبلة نووية، يعني تأثيرها كبير جدا ودخلت في خلافات يعني اليوم. ثانيا موقع الجيوبوليتيكي جيوسياسي لتركيا يعني هو بوابة آسيا وبوابة بوابة آسيا بالدرجة الأساس إلى أوروبا، طريق يعني الرابط طريق الرابط يعني ما توصل إلى البحر المتوسط إلا من خلال تركيا، يعني ممرات الغاز، ممرات الطاقة عموما، التجارة حتى في المستقبل يعني إن فكرت الصين بالوصول إلى البحر المتوسط وإلى أوروبا هذا الطريق البديل إلها. روسيا تحظى بأهمية كبيرة، وهكذا كل هذه المعطيات حقيقة ساهمت برفع منسوب اهتمام هذه الدول بالانتخابات. هذا موضوع في غاية الأهمية. نعم. أعود لك به إن شاء الله أستاذ ماجد. أستاذ محمد، هسه هو ما أعرف يعني اللي يهمنا بالموضوع كله هو ما هو تأثير هذه الانتخابات على العراق، سواء كان يعني من يترأس تركيا رجب أو شوال أو المهم نوصل بالنهاية إلى محرم. إلى محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ علاء ولضيفك الكريم سيد مجيد ولمشاهديك الكرام. طبعا احنا كمتابعين للمشهد السياسي والانتخابي تحديدا في تركيا نجد ان هناك حالة نقلية جديدة حدثت في الانتخابات الجديدة في تركيا، وهي بروز منافس قوي لأردوغان. طبعا هذا لم يظهر شيء مفاجئ، يعني شيء مفاجئ يعني ما يجعلنا نقف عندنا انه اكو يعني انقسام حاد في داخل المجتمع التركي. يعني بروز وصعود كمال اوغلو الى سدة المنافسة مع أردوغان يجعلنا في هذا. هناك ثلاث ملفات احنا كعراقيين او العراق يرتبط بتركيا بثلاث ملفات مهمة. طبعا هو ملف المياه وهذا المهم، وملف الحدود وحزب العمال الكردستاني، وكذلك ملف اللي هو الأكراد. ملف الحدود وحزب العمال الكردستاني، نعلم جيدا أن تركيا لديها 11 قاعدة عسكرية ثابتة في شمال كردستان. نعم. ولديها 19 معسكر. نعم. وهي تتحرك بمسافة 100 كيلو متر مربع في شمال العراق، ما يعني أن ما ممكن اليوم تتغير من طموحي هذا، يعني ما ممكن اليوم الانتخابات. هسه إذا تسألني تقول لي هل فعلا يتغير كمال أوغلو عن أردوغان، أقول لك هو سياسة تركيا ما ممكن تتغير إلى حد أنه ممكن أن كمال أوغلو مثلا يمنع الماء أو يعني يخلي الماء، لا لا مستحيل، هذه سياسة قومية لتركيا. ربما كمال أوغلو يختلف عن أردوغان في قضية وجود حزب العمال الكردستاني وقضية التفاهم معهم وإسحاب الجيش. ربما في هذا السؤال المهم بعد إذنك سالم محمد، السؤال المهم، من هو الأوثق صلة بالولايات المتحدة الأمريكية، أردوغان أم كليجدار؟ لا احنا انا ما اقدر اقول لك هذا او هذا، لكن السياسة التركية بشكل عام سياسة واحدة بغض النظر عن الشخصيات اللي يعني تستلم الحكم، لكن بشكل عام السياسة التركية مرتبطة بال انا نت مفتاح للإجابة عن تساؤل اخر اللي هو يعني ما هي التغيرات التي ستطرأ على الفعل السياسي التركي؟ لا أعتقد أن هناك متغيرات سوف نحن كعراقيين ممكن أن نتأثر بها أو ممكن العراق يتأثر بها. السياسة التركية سياسة واحدة، وجه نظرة الأتراك للعراق كأنه قرية تابعة لهم، هذه طبعا جدا مهمة، وكذلك الأطماع والأطماح اللي هم عند الأتراك تجاه العراق وتحديدا شمال العراق ووصولا إلى الموصل، كلها تجعل أنه سياسة الأتراك تجاه العراق ثابتة لا تتغير،
وهذا ما شاهدناه في ملفات المياه وغيرها وغيرها. شاهدناه كيف أنهم يجعلون من ملف المياه ملف ابتزاز للعراق ومقابل النفط العراقي. ما تذهب إليه في عدم وجود تغيير أو احتمال تغيير، هذا يعني بالضرورة أن لا فرق بين ما تفضل به الأستاذ ماجد في وصف تجربة حزب العدالة والتنمية بأنها تجربة إسلامية في مقابل تجربة توصف بالعلمانية. نعم، هذا إشكال يعني عويص. اي نعم، رغم الخلاف في الأفكار في الأيديولوجية، لكنه السياسة القومية. طيب وين تتبدل الاختلافات؟ اي نعم، بغض النظر عن الاتفاقات والخلافات، لكن انا اتحدث عن سياسه عامه لتركيا. سياسه تركيا واحده، نظرتها للملفات والقضايا للدول الاقليميه وحتى للدول الخارجيه نظره واحده وسياسه واحده. يعني اعتقد يعني بقراءه لسياسه كمال أوغلو مع أردوغان لا تختلف كثيرا، سوى في قضية حزب العمال الكردستاني. ربما كمال لديه نظرة، وبحسب قراءتنا المشهد ربما لديه نظرة في عملية انسحاب الحزب العمال الكردستاني، ربما محاولة إيجاد تهدئة مع هذا الحزب، ربما يعني إيجاد مناقشات، فتح حوار. فقط هذه الخلاف بين أردوغان وبين كمال أوغلو. انفراجه بين العراق وتركيا فيما يتعلق بالمعسكرات والقواعد لا اعتقد يعني ما ممكن، يعني لنهايه سياسه قوميه تركيه تجاه العراق. جيد استاذ ماجد، يعني على ما يبدو ان تقدم اردوغان على منافسه تقدما بسيطا دفع باتجاه ان تجري جوله ثانيه للانتخابات، حبذا لو تسلط بعض الضوء على النظام الانتخابي في تركيا. دعني اوضح قضية مهمة جدا. أنا أعتقد أنه الأستاذ محمد يقصد ثوابت سياسة الأمن القومي، ولكن هناك فارق كبير جدا بين يعني بين الشخصيتين، بين شخصية أردوغان وبين كمال أوغلو، باعتبار أنهما يمثلان منهجان مختلفان متقاطعان. لماذا؟ أولا النظام الرئاسي، وتعلمون جيدا أن في النظام الرئاسي هناك هامش كبير للمناورة وتأثير الرئيس على يعني اختيار كابينته، الصلاحيات الكبيرة التي تمتع بها أردوغان، بينما نجد أن كمال أوغلو وعد بأنه يلغي هذه الإجراءات أو ما تسمى بالإصلاحات التي قام بها أردوغان، يعني تقليص. أما كون أن كمال أوغلو هو منافس وند لأردوغان فلم يأتي لشخصه فحسب، وإنما نتيجة وجود التحالف السداسي اللي من جملته علي بابا، علي بابا خان وأحمد أوغلو اللي كان يعني كان وزير خارجية في عقم، وهم من الإسلاميين يعني إسلاميين أيضا. هناك ما يعرف ب هؤلاء تحالفوا مع من؟ مع كمال أوغلو. كمال أوغلو يعني مع كمال أوغلو هو هذا رفع نسبة تغييرات هائلة في البوسنة. هو لا أقول لاحظ هناك تحالف، يعني أردوغان عندما كان يتمتع بتأييد، هو هذا جزء من الإجابة على سؤالكم. في النظام الانتخابي الملاحظ أن أردوغان عندما كان يتمتع بشعبية واسعة وعريضة في الانتخابات كان يعتمد بشكل كبير على حزب أو تشكيل العمل القومي، منظمة أو حزب العمل القومي. الحزب العمل القومي كان يعود إلى السبب الكبير والرئيسي في رفع مستوى تأييد أردوغان في الانتخابات التي جرت عام 2019 على ما أتخطأ، ما الفاز بها أردوغان، الفاز بها أردوغان لهذا السبب. إذا تلاحظ هناك في المقابل المعارضة عبأت الشارع وشكلت يعني تحالف، هذا التحالف الحقيقة رغم أنه ينطوي على تناقضات وتباينات لكنه يعني كان برعاية أمريكية. اعلم جيدا أن تحالف كمال أوغلو شكل علنا في السفارة الأمريكية أمام مرأة ومسمع، وهذا الأمر له مؤشراته، وكان هناك حقيقة توجيه وإيذان من الولايات المتحدة لألمانيا على وجه التحديد والدول الأوروبية، فرنسا أيضا واضحة الدعاية إلى حد يعني ادعت بعض الصحف الفرنسية وبعض المعارضة اتهموا أردوغان
وفي محاولة لضرب يعني الأجواء الانتخابية اللي تشجع على انتخابه، اتهموه من أنه ينقل الأموال إلى الولايات المتحدة تمهيدا لهروبه مما يعني حدا يعني حرب نفسية، حرب نفسية واضح جدا. في المقابل طبعا قلنا من أن هناك اتهامات لروسيا في التدخل. ما أريد أقول النظام الانتخابي يعني النظام الانتخابي 191 ألف صندوق انتخابي يتوزع تقريبا على 81 عذرا لعمل الوقت ضيوف الأكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا آخر من مقالنا الثاني الذي اخترناه لحلقتي هذا اليوم. المقال حمل عنوان كذا نقرأ الانتخابات التركية، الكاتب محمود الهاشم. كذا نقرأ الانتخابات التركية، الكاتب محمود الهاشمي. إن تركيا بلد جار، ومن الضروري أن نتابع الانتخابات فيها، ويهمنا أن نعرف النتائج. إن الانتخابات شغلت مساحة كبيرة من العالم، لأنها جاءت في زمن يشهد فيه العالم تحولات كبرى بالضعف الأمريكي وشيخوخة أوروبا وصعود القطبية الجديدة. الانتخابات جاءت بعد أن أعلنت أمريكا لم تعد منطقة الشرق الأوسط من أولوياتها. الانتخابات جاءت في وقت تشهد أوروبا صعود اليمين بأوروبا واليسار بأمريكا اللاتينية. إذا تشكلت بالعراق حكومة قوية لها شخصية وسيادة، عندها سنفاوض تركيا ونحن أقوياء، ولن يستطيع أن يبتزنا، بل سيتعامل معنا مثلما يتعامل مع الدول الأخرى ذات السيادة. إسرائيل داعمة للمعارضة وبالضد من أردوغان، وأردوغان المتذبذب في موقفه من القضية الفلسطينية أفضل من كمال أوغلو المتحمس للعلاقة مع إسرائيل. مرحبا بكم، كما أجدت ترحيبي بضيوفي الأكارم. أستاذ محمد، أردوغان قطع الماء عن العراق، دعم داعش وأدخلها إلى العراق، باع لهم النفط اللي كانوا يستخرجوه سواء من العراق أو من سوريا، صار ميسر ومسهل لعمليات بيع النفط الذي يستخرج في شمال، مخالفة قانونية دولية العراق. إيجارش هذا يعني احنا شو نتأمل منه؟ هو يعني بالنسبة لي ما أشار إليه الأستاذ الهاشمي في أن أردوغان أفضل من كليجدار أوغلو، ما أعرف هسه الأفضلية هاي بأي حساب. ما هسه احنا كسياسة طبعا هم نفس هذا، ربما يختلفون في قضية التعاطي مع الملف العراقي. أردوغان احنا نبحث عن هذا الاختلاف. اي يعني أردوغان شاهدناه طيلة فترة حكمه بعلاقته مع العراقيين، رغم انه يدعي انه العراق بلد جار وتربط علاقات تاريخية ومصالح مشتركة، ولدينا اكثر من 270 شركة تركية، فقط حوالي اكثر من 170 شركة تركية في شمال العراق. فبالتالي كل هذه عبارة عن فد اعلام لنشاطاته الداخلية، هو يريد ان يصدر مشاكل الداخلية نحو العراق. وشاهدنا يعني اكو في التقرير قريته قبل فتره، حتى حزب العمال ما دفعه الى الدخول الى الاراضي العراقيه، ترى مو بشكله هو دفع حزب العمال، لا هناك ضغوط باتجاه دفعه نحو الاراضي العراقيه ليكون مبرر لاردوغان التدخل في الجانب العراقي. 100 كيلومتر باتجاه الاراضي العراقيه وصولا حتى الى حدود الموصل في بعضها، المعسكرات المنتشره، كل هذا تجعل من سياسه اردوغان عنده نظره باتجاه العراق. هذا في الجانب العسكري من غير المعسكرات المنتشره في كل اقليم كردستان والسياسه العنيفه والغطرسه اللي يتبعها باتجاه قطع الماء عن العراقيين. طيب. فبالتالي هذه السياسة أمام سياسة كمال أوغلو هي لا تختلف كثيرا مثل ما تفضل المقال. هل تعتقد أن طموحات كمال أوغلو تشابه طموحات أردوغان الذي داعب بها مشاعر الأتراك في عودة السلطنة أو عودة حركة تركيا في المنطقة؟ هو بحسب ما نشوفه يعني ربما كمال أوغلو يعني يكون علاقته مع العراقيين يبدو علاقة أسهل وأحسن،
علاقته مع القوى السياسية. إذن بهذا تختلف تماما عن ما ذهب إليه الأستاذ. نعم هو علاقة كمال أوغلو يبدو علاقة جيدة مع بعض القوى السياسية وتحديدا ربما القوى السياسية السنية أو حتى بعض القوى السياسية لدينا في بغداد. فبالتالي ربما كمال أوغلو يستطيع أن يتفاهم مع العراقيين في حلحلة بعض الملفات وليس كلها، ربما في ملف الحزب العمال الكردستاني، لكن غيرها هذه سياسات تخص الأمن القومي التركي. فبالتالي ما ممكن القضية اليوم مرتبطة بالموقف الشخصي للرئيس لو باستراتيجية تركية، استراتيجية سياسة سياسة أمن قومي. ما ممكن اليوم لا أوغلو ولا حتى أردوغان يتدخل في سياسة الأمن القومي العام. أستاذ ماجد، أسطنبول يعني حسب ما توصف بأنها هي الرافعة التي سلمت أردوغان مفتاح القصر، هل ستكون يعني الخافض الذي سيفتح باب القصر لأوغلو بدلا من أردوغان هذه المرة؟ يعني من الصعب جدا حقيقة التكهن بما ستؤول إليه الانتخابات، وإن كنت يعني أؤكد ولربما أميل إلى أنه احتمالية أن يكون حسم نتائج الانتخابات ما بعد الجولة الثانية عبر المحكمة الدستورية العليا هذه المرة. نعم هناك احتدام كبير جدا وتنافس كبير، وأردوغان لا زال قويا. في الحقيقة أردوغان لديه مؤيدين، وهو حقيقة يعول كثيرا على الشباب كما علمتم في يعني برنامجه الانتخابي. ولا ننسى من أن أردوغان حقيقة له منجزات كبيرة يعني في تركيا. اليوم تركيا على مستوى التصنيع العسكري دولة متطورة متقدمة في هذا المجال. تركيا على مستوى الأزمة الأوكرانية لعبت دور حقيقة، وإن كان يعني ظاهره متناقضا ولكن دور براغماتي كبير جدا. هي اليوم أصبحت الرئة التي تتنفس منها أوروبا، خاصة فيما يتعلق بتعويض قضية الحبوب الأوكراني. هذا أمر في غاية الأهمية. اليوم تركيا بدأت بتغيير حقيقة سياستها تجاه مصر، تجاه الإمارات، تقارب مع الإمارات، أيضا تقارب مع ملفات العراقية. هناك نوع من التفاهمات. أنا أقول طبعا قلت في بداية حديثي أنه أردوغان البراغمية اللي يعتمدها تقرب إلى النفاق، هو هكذا والكل يعرف من هو أردوغان. لكن مع ذلك فقلت اليوم أيضا لديه تقارب مع السعودية. اليوم أين ذهبت قضية خاشقجي؟ ذهبت أدراج الرياح نتيجة المصالح اللي أشرت له بالنفاق يعني. نعم تشابك المصالح السياسية. اليوم أردوغان مع روسيا التي أختيل سفيرها. هسه أنت رايح باتجاه منه؟ باتجاه أن الجولة الثانية ستحسم الأمر لصالح أردوغان أم لصالح جيد حاولت يعني أن تختصر عليه. نعم. نعم إذا أنا قلت صعوبة التكهن، ولكن مؤشرات الشخصية مؤشرات الشخصية إما أن تحسم لأردوغان أو أنه يصل التقارب إلى الحد أن يلجأ إلى يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ما قدمتني لا المحكمة يعني أرجح أردوغان. طيب جيد أرجح أردوغان، ولكن في المقابل أنا أعرف جيد. حجم الاحتدام قد يصل إلى أنه جيد. يتم اللجوء. وبذلك سأنتقل إلى الأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني تعتقد أن أردوغان سيخسر أم سيفوز في الجولة الثانية؟ أنا أريد أبحث عن قضية عن ما هي انعكاسات وتداعيات ذلك على المنطقة وعلى العراق بالتحديد. يا ريت تستفيض بهذا. يعني اولا الفارق كبير بين اردوغان وبين كمال أوغلو. لا قليل يعني 44 49. إيه يعني بالتالي مو الاصوات الخارج بعدها يعني 20 بالشهر. إيه يعني هذا خمسة فارق يعني هم منزية يعني لا بأس به. 44 الى 49 ما يعني ذهب الاستاذ ماجد بوجه وجيه يعني. إيه يعني اعتقد اردوغان هو في تصريح اليوم قال انا اعتمد على قوة نوابنا في مجلس النواب في مجلس النواب التركي. يعني هو يعتمد على ذلك، لذلك أعتقد هو أقرب إلى الفوز من كمال أوغلو. والله لأنه يمتلك أولا يعني قوة في داخل البرلمان، اثنين الفارق حتى وإن كان مثل ما تفضلت ربما قليل، لكن هو بحسابات الانتخابات نعم صحيح يعني صحيح. لا يمكن تجاوزه صحيح. ننتظر أعداد الخارج كذلك هي اللي هي تحسم. بالتالي اليوم الجو كله يصيح أردوغان. جيد
الجو كله يصيح أردوغان. هسه تأثيره على المشهد السياسي العراقي هو ما أعتقد راح يتغير كثيرا. ربما عند أردوغان تجاه العراق ربما سوف يتغير نظرته في بعض الملفات لكن ليس كلها. ربما سوف يفاوض على قضية النفط، تصدير النفط. ربما سوف يفاوض على قضية الماء، اعطوني نفط وأعطيكم ماء. ربما سوف يفاوض حزب العمال الكردستاني، سوف يجد حلا وإن كان ليس يعني حاليا، لا على المدى البعيد. هو هذا السلاح يستخدمه ضد العراق حزب العمال أو حتى الماء، فبالتالي هذه أسلحة يستخدمها أردوغان تجاه العراق ويستخدمها للتفاوض مع العراقيين. اليوم أردوغان لديه ربما بعض الملفات اللي ممكن أن يضغط بها على العراقيين، اللي هي ملف المعسكرات الموجودة في اللي هي ما ممكن اليوم العراقيين من جانب قوة تمتلك قوة للتفاوض مع الجانب التركي لإخراج المعسكرات، لإخراج أكثر من 77,000 أو 7,000 عفوا مقاتل تركي بمختلف صنوفه من ضباط من مراتب من كذا موجودين في شمال العراق. اليوم ذولا هل العراق يستطيع بقوة أن يفاوض الأتراك ويفاوض أردوغان على خروجهم؟ هذا يعني في بداية تولي أردوغان للرئاسة خرج للعالم بشعار صفر مشاكل، هذا الشعار الذي أداره أحمد داود أول وزير خارجيته آنذاك، ولكننا رأينا فيما بعد أن تركيا بدأت تلعب دورا ربما كانت جالبا للمشاكل سواء لتركيا أو لبلدان المنطقة. هل سيستأنف أردوغان شعاره صفر أوغلو صفر مشاكل؟ لو لا هالمرة هو في خضم معمعة كبيرة، شفناه يعني شفناه هو إيش قد حاول يصدر مشاكل الداخلية إلى الخارج ويحاول أن يصدر انقسامات الداخلية وشفناها في الانتخابات كيف انعكست في تقارب مع منافسه حتى وإن كان أكو ائتلاف مع بعض، لكن بالتالي صعد نسبة التنافس وصلت إلى درجة متقاربة بينه وبين منافسه. لذلك هو يحاول أن يصدر مشاكله الداخلية على حساب المشاكل الإقليمية وحتى الدولية، سوف يحاول أن يخلق أجواء خارجية على حساب الأجواء الداخلية، يحاول أن يعالج بعض الملفات الداخلية ويصدرها إلى الخارج. ضيوف الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة، تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان هل صحيح أن أردوغان أقرب لنا؟ الكاتب محمد صادق الحسين. هل صحيح أن أردوغان أقرب لنا؟ الكاتب محمد صادق الحسيني. تتزاحم التحليلات والآراء حول أن أردوغان أقرب لنا من المعارضة الميالة للغرب، وفي هذا نقول أردوغان غربي وأمريكي وحائز على ميدالية التقدير الأيباك الصهيونية لليهود الأمريكيين. يؤخذ على المعارضة أنها مع الناتو، وهل أردوغان سوى حارس المرمى الجنوبي للناتو؟ يؤخذ على المعارضة بأنها علمانية، وهل إسلام أردوغان الأمريكي المعادي للإسلام المحمدي الأصيل أحسن؟ أردوغان حاربنا 10 سنوات بصورة دموية، وأتى بكل حثالات البشر إلى سوريا في إطار حرب كونية شنت ضد محور المقاومة. يحسب لأردوغان أنه بدأ ينقلب على واشنطن وأوروبا لصالح روسيا والاقتراب من سوريا ومدارات إيران دوما، ومن يقول أن المعارضة ستذهب غير هذا المذهب أيضا مكرهة هي الأخرى كما أردوغان، لأن موازين القوى الدولية والإقليمية وانتصاراتنا هي التي وضعت هذه المعادلة وليس حسن أخلاق أردوغان قطعا. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجدد ترحيبي بالأستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أفق للبحوث والدراسات التحليل السياسي، الأستاذ محمد حسن السعدي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ ماجد، هناك من يقول بأن المنافس لأردوغان كمال كليجدار أوغلو مرشح الغرب بوصفه علمانيا، ماذا تقول؟ واضح جدا. أنا بودي أن أشير إلى نقطة مهمة في الانتخابات تتعلق بجمهور أردوغان والفارق بينه وبين جمهور كمال أوغلو كليجدار. الحقيقة النقطة والفارق أو المائز الأساسي بين الجمهورين أن جمهور أردوغان على حد تعبير المناطق جمهور بسيط وليس مركب،
على العكس من جمهور التحالف، تحالف الأمة اللي الآن رشح زعيم حزب الشعب كليجدار. يعني نعرف جيدا احنا وشاهدنا بالعراق ما يعرف بجمهور السلطة، السلطة والرئيس والزعيم يكون له شعبية ويكون له تأثير. وقلت من أنه أردوغان له منجز على الأرض بشكل أو بآخر، نعم له معارضون، بينما جمهور تحالف الأمة مركب، وهذا عادة ما تقدر تضبط إيقاعه بالشكل، خاصة عندما يحتدم النزاع. هذه نقطة ومائز كبير، يعني باعتباره تحالف يعني يستهدف جمهور نخبوي أكثر منه شعبي. لا 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 بالعكس، حتى صار نخبوي ذو تأثير بمقدار ما بالضبط بي نخبوي بكل الأطياف، وهذا يعني بي حتى تباينات وتناقضات. يعني يجي هو زعيم حزب علماني يعول عليه الغرب، وهو يقدم نفسه ويسوق نفسه على أنه حامي العلمانية الأتاتوركية، لا يناغم الشيعة، ونحن مع علي وأنا علوي ضد معاوية. لاحظ هذا. طبعا بالمقابل أيضا أردوغان هم تحدث بهذه النبرة عندما قال أنا أشرح لكم ماذا يعني لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار، وسبحان الله بركة أمير المؤمنين حاضرة في كل مكان. النتيجة أنه هذا النقطة الثانية اللي أحب أوضع عليها. نعم هو مرشح الغرب بكل قوة، حتى أن لاحظ يعني بايدن بنفسه تدخل في بداية الانتخابات وما قبل الانتخابات، وكان يتحدث عن أردوغان ويصفه بالمستبد. نعم كان وانتقد سياسته القمعية، وحتى في زيارته إلى 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 تركيا انتقد سياسة يعني أردوغان تجاه الأكراد وما غير. لكن في المقابل إذا تلاحظ أن مثلا كليجدار رجل علماني يختلف عن أردوغان فيما يتعلق بحقوق الإنسان، يدعو إلى المثلية وليس له، هذا نقطة خلاف جوهرية، لذلك تجعل أردوغان أقرب إنه. يعني اليوم أردوغان يشبه رؤية بوتين، يشبه رؤية الجمهورية الإسلامية، يشبه بالضد من المثلية وما يعرف بالحريات ومشاكل. أردوغان اليوم على الأقل إحنا ندري به، أنا شخصيا أصفه براغماتي إلى حد النفاق، لكن أردوغان لديه مشاكسات مع الولايات المتحدة. بعد إذنك، يعني الفرق بين ما يطرحه كليجدار أوغلو وما يسلكه أردوغان. كليجدار أوغلو يؤيد المثلية، أكو فارق، وقف بضدها. رجب طيب أردوغان لا وقف بالضد منها للأمانة، لكنه عمليا ما شوف احنا أردوغان ندري به منافق متذبذب حرباوي، نعم. يتلون حيثما تكون، نعم. المسطعة، لكن مع علاته مع هناته أردوغان هو أفضل للمنطقة وحتى للعراق. لاحظ مثلا عندما تأتي إلى كليجدار يتحدث عن ضرورة يعني إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أقلها هناك في مقدار معين. يعني اليوم عندما أردوغان يبحث مع السعودية ومع بعض دول المنطقة قضية عود أو احتضان حماس في داخل وبعض فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية، هذا تحول. وقلت الآن الغرب يحاول إيقاف استكمال أردوغان لاستدارته نحو الشرق. اليوم هناك لقاء مرتقب ما بين أردوغان وبشار الأسد. بشار الأسد رجع إلى الجامعة العربية، اليوم موقفه بشار وسوريا مو واحدة في مواجهة أردوغان، ويعلم جيدا أردوغان التحولات الكبيرة اللي صارت بالمنطقة وهو يدرك. وحتى بشار الأسد أرسل رسالة على أنه ليس في وارد لقاء أردوغان ما لم ينسحب انسحابا كاملا، نعم. الشرط السوري، من الشرق السوري. لذلك علينا أن نفهم من أن أردوغان مع علاته، أقول هكذا مع تعبيره هنا نقول الشين اللي تعرفه أفضل من الزين اللي ما تعرفه، كليجدار ثعلب وهو مدعوم بشكل كبير جدا من قبل الغرب، والغرب لا يهمه طبعا. أو أول أمس يمكن في الليل صرح بايدن من أنه لا يهمنا من يفوز، لا ها لا هم هل تعلم لماذا؟ نعم. حتى ينأى بنفسه وينأى بالأوروبيين عن التدخلات الكبيرة في الانتخابات، وسوف تتضح فيما بعد حجم التدخلات. بالتأكيد ما يجري في منطقة غرب آسيا يهم الأمريكان على نحو دقيق. حلف شمال الأطلسي، نعم. حلف شمال، ولذلك بما أن تركيا جزء من حلف شمال الأطلسي ناتو، هذه جوهرية في الموضوع ناتو. ولذلك أنا يعني أتساءل مع الأستاذ محمد، هل أن
هل يعول على موقف تركي لخوض أو للاضطلاع بالدور فيما يتعلق ب يعني الاتجاه الجديد نحو تعدد القطبية؟ هو يعني على عيوب مثل ما تفضل أستاذ ماجد. نعم. على عيوب السيد يعني على عيوب أردوغان، لكن لديه مواقف. أستاذ ماجد وصف وصف مهم اللي هو الشين اللي تعرفه بالنهاية. أحسنت. يعني شين. أحسنت. نعم. بالتالي هو يعني إحنا اتفقنا. نعم. إنه إحنا رغم اختلاف الفكرين لكن. نعم. هم بسياسة واحدة. نعم. لكن على عيوب أردوغان، لكن لديه مواقف إقليمية ومواقف دولية. شفنا مواقفه من القضية الفلسطينية، شفنا مواقفه من القضية السورية، شفنا حتى مواقفه من الغرب، تدخل الغرب، مواقفه مع الجمهورية الإسلامية، شفنا أكو مواقف مع السعودية. بالتالي اليوم قضية القطبية ممكن أن تتحقق اليوم بالمنطقة. شاهدنا اليوم أقوى قوتين تحققت في المنطقة بعد هذه المتغيرات هي الجمهورية الإسلامية وتركيا. شاهدناهم كيف أصبحوا اليوم قوتين متوازنتين في منطقة الشرق الأوسط. اليوم الجمهورية وتركيا تتحكمان. بس أكو فارق شاسع بين السياسة التي تتبعها تركيا أردوغان والسياسة التي تتبعها الجمهورية الإسلامية. بالتأكيد. الجمهورية الإسلامية تتبنى سياسة قائمة على الثابت الإسلامي. بالتأكيد. أما الأتراك بقيادة أردوغان فوصفها الأستاذ ماجد على أنه أقرب براغماتية، أقرب إلى النفاق يعني. نعم، وأنا قلت يعني أنه مو قصدي أرد أفصل، لا قصدي أنه قوتين مهمتين في المنطقة. نعم. أصبحوا لذلك اليوم الأردوغان يحاول من خلال هذه أن يحافظ على هذا المنجز وأن لا يكون يعني يحاول أن يتراجع كثيرا بحال خسارة أو خسارة انتخابات هذا. لا يريد أن تركيا أن تتراجع في ظل حكومة كمال أوغلو. لذلك أردوغان على عيوبه على كذا لديه مواقف جيدة من كل القضايا في المنطقة. تقدر توضح لي الفرق بين يعني ما يوصف به كمال كليتشدار الذي يوصف بأنه علماني فيما يوصف أردوغان بأنه إسلامي لكنه في الواقع إسلامي منفتح على منفتح كل جداً. ما هو غير إسلامي. نعم، هو هذا الفرق بين المدعوم غربيا. هذا مدعوم غربيا ومنفتح على كل. مدعوم غربيا؟ مدعوم لكنه هو بمسافة معينة. بنسبة معينة، مو مثل ذاك منفتح تماما على كل. هسه ربما هذا نتاج الاستغراق في البراغماتية يعني. ربما. والعلاقات خاصة الإسرائيلية. إذا فعلا إذا صارت علاقات تركية إسرائيلية انفتحت على مشكلة. مشكلة يعني. أردوغان على عيوبه حاول أن يقوض هذه العلاقة، حاول أن يجد حدود معه. وشاهدنا كيف قصة السفينة الإسرائيلية وغيرها من قصص. كان موقف أردوغان قوي جدا حتى من القضية الفلسطينية، كان موقف حازم من أردوغان تجاه القضية الفلسطينية وتجاه سوريا الآن. لذلك اليوم إذا تحقق فعلا لكمال نجد أن هناك متغيرات خطيرة سوف تحدث في المنطقة. أستاذ ماجد، أشرت في بداية حديثك إلى أن هناك اتهام من قبل كليتشدار إلى أن الروس تدخلوا في الانتخابات. هي يعني بحكم هذا التنافس وهذا الوضع الدولي المربك، يعني هل ترجح وجود نوع من التدخل في ظل استقطابات كبيرة نحو جهة تسعى لتكريس هيمنة الولايات المتحدة وتفرديها بالقطبية، وجهة أخرى ذاهبة باتجاه قراءة جديدة للعالم للوضع السياسي العالمي يقول بأن هناك قرب لإعلان القطبية الثانية؟ أحسنتم، هذا ما بودي أن أؤكد عليه. اليوم العالم كله يشهد مخاض ولادة النظام العالمي الجديد، وليس أدل على ذلك من احتضان الجمهورية الإسلامية إلى مؤتمر حضره 35 دولة لهندسة النظام العالمي الجديد. وبالنسبة للأتراك هم يقعون في قلب هذا العالم الجديد، يعني في منطقة هي من أهم المناطق زاخرة بالطاقة وهي خزان الطاقة العالمي والاستراتيجي. أيضا النظام السياسي، أنتم تعلمون جيدا، يعني أنا أقول من أن أردوغان مع علاته وهناته، فهو مثلا على سبيل المثال اليوم أكو خلافات كبيرة جدا ما بينه وبين الولايات المتحدة، مما حدا بالولايات المتحدة إلى أن تسحب الباتريوت، منظومة الباتريوت. نعم. بينما تذهب روسيا إلى تزويد تركيا بمنظومة الدفاع S-400 وهي الدولة الوحيدة من دول المنطقة. نعم. التي استلمتها، وأكبر صفقة يعني أكبر صفقة روسية بمليارين ونصف المليار باعتها إلى تركيا في الوقت الذي أسقطت فيه تركيا طائرة روسية. هذا التقارب التركي
الروسي. ثانيا روسيا تعلم جيدا وحتى الجمهورية الإسلامية تعلم جيدا أن تركيا بشكل وبآخر شئت أم أبيت لها امتدادات طائفية في المنطقة. يعني أنت دول القوقاز وهذه المنطقة فيها أعراق تركية بل ممتدة إلى في عمق أوروبا، هناك من أجناس تركية ولهم تأثير روحي، فضلا عن حركة أنها تحتضن، يعني أردوغان يحتضن ويمثل التجربة الإسلام السياسي بالنسبة للسنة. السنة ما عندهم تجربة إسلام سياسي إلا تجربة الإخوان المسلمين، حاولت السعودية أن تجد تنظم داعش وفشلت بصناعة التوحش. اليوم هذه التجربة الوحيدة، وبالمناسبة حتى الجمهورية الإسلامية لا تجد ضير في إنجاح هذه التجربة، لها ملاحظاتها عليها، لكن يقول لك نعم نتفاهم مع أردوغان اللي بدأ مستعدا إلى أن يغير من يعني طبيعة تعاطيه مع دول المنطقة. اليوم هو شبه حليف، إن لم نقل حليف أو متوافق مع سياسة الجمهورية الإسلامية. اليوم هو نعم اليوم هو بصدد إعادة ترتيب أوراقه مع سوريا، حتى مع العراق لدينا فرصة. أنت اليوم مثلا على سبيل المثال كليجدار اليوم مجهول لدينا، لا نعلم ما الذي سوف تكون عليه التركيبة النيابية حتى يمكن أن تصدر قرارات معينة لصالح العراق. الشكر الجزيل لضيوف الأكارم الأستاذ ماجد الشويري نائب رئيس مركز أفق للبحوث والدراسات والتعليم السياسي، الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي محمد حسن. طبعا القضية مرتبطة بالتنافس بين من يسعى إلى إحياء أو بث روح إحياء النفس السلطاني داخل الشعب التركي، وبين من يسعى إلى مغازلة الغرب في تبنيه لمبادئ أتاتورك. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج السيد قاسم العجرش الخاتمة التالية: كما في الاستحقاقات السابقة بتجاوز الاهتمام بالانتخابات الجارية الآن في تركيا حدودها الجغرافية، حيث تتركز أنظار الكثير في المنطقة والعالم على مسارها ونتائجها المرتقبة، ويزداد منسوب الاهتمام بسبب حالة التنافس الشديد والفرص المتقاربة بين المتنافسين لأول مرة في هذه الدرجة. في أمان الله وحفظه.